ثلاثة ونص دي الصباح. يوم يوم ما بيدونا مع السفر ان شاء الله. كده دايرين الشتاء عاودوا لاباس عليكم بخير، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو فيديو جديد ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم التفاصيل، اليوم خارجين غادي مسافرين ان شاء الله انا وليداتي للجديدة. غادي نجلس عرفتي 3:30 الصباح هادي. الله انتم معايا. شوفي الدراري ما عرفتش رجعت قالت لي شي كانت السنان تاع الدراري نشوفهم والله ما بداو كاينش كنتي لا هاد الشنطة خصني نشرها. إوا حنا غاديين، أوه يا البنات أنا هادشي لي جرا تقيل، شوفوا الآخرين سخفت بدا بارد الحال، غاديين هاد الوقيته بارد فيها الحال ماشي بحال هي ونزع نزع يلا انتوما معنا ان شاء الله كلشي غادي نبارطاجي معاكم. شوفوا شوفوا الوالده هزه لينا الماء وهزه لنا غراف، ها انتوما غراف باش نشربوا. ايوا انتم معنا يا خوتي في طريقنا الى جديده ان شاء الله يا ربي يا مولاي كريم. وما تنساوناش من التعاليق ديالكم الزوينين ولي كومونتير، زعما لي كومونتير من التعاليق كنترجم يا خوتي. والبصيمات ديالكم ومرحبا بكم انتم. ايه بوحدنا في الوقت ما شاء الله علينا، كلشي جار كلشي جار. شتي الدراري لا شتي ليقو شتي الوليدات الله يحفظهم لكم، هادشي شتي ليقو الوليدات امي تتقول لك وقفونا. ايوا جرينا شويه وخليناهم حتى هما يجروا شويه، حنا دابا قربنا لباب التكاله وغنصورو معكم شويه. يلا لقينا ديال 6، لقينا دابا 44 دقيقه وحنا لقينا ديال 6 هو اللي خاوي ديال 5 عمر. ايوا صافي يا البنات احنا دابا في المحطه. اه انتم يا خوتي قطعنا الوريقات، قطعنا الوريقات، جروا 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 الشاكوش وجروا هذاك الشيء تا هزات الشاكوش سيف الدين حتى داك الشيء تنوصلوا ونقعدوا في الكارو. يلا يلا خوتي يلا اطفالي الاعزاء معاونين عريضه وها سيف الدين. ها انتوا البنات كما كتشوفوا يلا الكار متعلق مع 6 تاع الصباح. مونتيت الفيديو زعما درت الصوت فيه وداكشي، ولكن مع جاني طويل وداكشي وليت كنزرب فهمتوا، وجلست حتى جيت هكا جديده واستراحيت ومشينا وعمنا وجينا عاد جلست كنمونطي لحبابي هذا الفيديو هذا باش يجيكم زعما. اسمحوا لي راه كنمونطي سمعتوني. ايوا صافي هانتوما كما كتسمعوا راه الدراري ما خلاونيش نمونطي، والدويريه اللي كرينا زعما ما كاينش كيف بنادم يجلس فشي بلاصه هكا بوحدو ويمونطي. ايه دوزو لينا وي صبروا لينا.
ايوا نتوما كما كتشوفوا الكار يا خالتي الطالق، جيت هنايا حتى لواحد الضبابه قربنا الجديده وقلت نصورها لكم اختي. واحد الضبابه ما باقيش كيبان ليك شي حاجه نهائيا. سبحان الله العلي العظيم، سبحانك يا رب سبحانك. هانتوما كما كتشوفوا الطبيعه يا خوتي، سعدتنا بمغربنا، مغرب مغرب وديما مغرب الحمد لله. والله يحفظ لنا مغربنا يا ربي من الاعداء، والله يحفظه لنا يا خوتي من عينين الحاقدين يا مولانا يا كريم، ويحفظ المغاربه كاملين فين ما كانوا، المغاربه فين ما كانوا ما شاء الله عليهم، والله يحفظهم يا ربي. المهم البنات، انا غنصور معكم الدخله ديال الجديده ان شاء الله، غنصورها معكم وهانتوما مع الفيديو. ما تنساوناش كما قلت لكم في الاول، ما تشوفوا شوفوا 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 يا خوتي كل شيء، اي قطعه لقيتها كنصورها، عجبتني كنصورها، الاغنام يا خوتي اللي السرحق. المهم شي اجواء زعما، وحق الله انا تمنيت تكوني انت في هذاك الموضع، وحق الله واخا هي القريه ما تقدا لها الا اللوم، ولاتي وسيدي ومولاي صعيبه بزاف، ولكن شكرا لهذوك الناس، منهم كيجينا الحليب، منهم كيجينا الزبده، منهم كل شيء كيجينا زوين وطبيعي، اللي يخطر علينا الباديه وما ليها يا ربي. المهم البنات كما قلت لكم غنصور معكم الدخله تاع الجديده ان شاء الله. هذا الكار عتيره دار معانا السوايع، راه جور بينا حيت كانوا الاشغال في الطريق، داكشي باش تعطل بينا في الطريق، ولكن شي باس ما كاين، حتى حنا راه مشينا في الحال بارد. ما خوتي كنوريكم وجهي. يا خوتي مشتاقه لكم، نوريكم وجهي. وما عليناش حنا كنضحكوا صافي مع بعضياتنا. الكار ما شاء الله مشى في الحال بارد، وكل شيء بخير وعلى خير، ودازت السفره واعره. يلا خليكم على الفيديو وفرجه ممتعه. شي ثلاثة السوايع با وشي حاجة وربع، ثلاثة السوايع وربع ديال الطريق. كنا قلنا إذا حداها زمور، أزمور والله ما عرفتو نسيت أزمور. فرقت معايا با زعما كنت زعما واو 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 جديده بارده با. لا ما زعماش كنا 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 لا انا بعدا جا لا كاين البرد طرق كلها هي الحمد لله. انا جاني في رجليه ما وصلناش زعما في الشوم ولا حيت الكار غادي. تعرفي البرد حتى توكل مخلطين فيها الالوان، احمر الشيبي الزرق ابيض. يا سبحان الله، حنا عندنا غير الحمر في مراكش، هادشي مخلط ومجلط. مسجد تبان بن عفان ترجمة
السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو، فيديو جديد ونهار جديد. المهم انا شاركت معكم لقطات خرجنا من قبل الصبح ما شاء الله، وتعطلنا شويه في الطريق حيت كاينين سمحوا لي وقفت الفيديو كان صداع عطيت الدراري. المهم البنات التفاصيل ان شاء الله غادي نقعد ونهضر معكم ونشرح لكم بزاف ديال الحوايج. المهم كي دازت التصافيره وكل شيء، وبالنسبه للدار اللي كرينا وبالنسبه ليها حتى هي بشحال. المهم البنات اختصارا للوقت انا غادي نقول لكم غير الغلا كيف شهر 8 الغلا، وما كاينين شحال شي راه ما لقيناش اللي عبرنا ولا يقول لنا فين نتوما حيت الدنيا متقله مع الموسم ديال الجديده. المهم خدينا دويليه ما بيهاش، ولكن الغلا 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 الصراحه الله جينا في واحد الوقت غير مناسب. المهم دابا غادي نمشيو نصور معكم البحر. حنا جينا ونعسنا شويه واستراحينا، ولكن الدراري فيهم شوق للبحر، قلنا نديوهم واخا غير يشوفوا وواحد ساعتين هكا يعوموا ورطوهم. انا لبست البوركيني ديال الوالده اللي خدات ها هو، وغادي نمشي انا واختي وولادها وولادي وبا امي وبنتي غادي يبقاو هنا ان شاء الله. يلا هانتوما معنا، كملوا معنا الفيديو ان شاء الله داكشي زوين. شو الوالد جايب معاه الباراسول من مراكش، راه شوفوا جايبينه من مراكش اخوتي كاينش المزاح ما كاينش تخافشي مع الوالد ها هو. شكرا. شوفوا الصطيله ب 300 يعني اكثر من كيلو هذا، لا هي كيلو اكثر من كيلو الجديده الله يعمرها دار. يلا الله يسهل يلا. واخيرا جئنا للبحر، يا سلام يا سلام. واو المنظر كم رائع، كم هو رائع المنظر. ما تعطيونيش انا نخشي في الشارع بلاتي نشوفو يا زين. واش خديت؟ ارا شوف واش خديت، حيت ما كنعرفش نعوم. ها نتوما ارا ليا 50، خديتها ب 50 درهم من عند بائع متجول الله يعاونك. واو شتو عليا تندخل. شوفوا عرفتي الرملة هبط بيا في راسك ما تبغيش سبحان الله.